سؤالها سؤال وجهي، لان كنسمعوا دابا شي اثمنات، شي اثمنه اختار ب 40000 درهم 50000 درهم، شنو النوع الخياطه اللي كتكون في هذا هاد الاثمنه كاينه بعدا كنسمع بها انا برا خياطه تسمع بها. انا ما عمري ما خدمت بهذاك الثمن، يعني انا قفطان وقف عليه، يعني ما نقدرش نقول لك على حساب شنو هاز هذاك البياسه، ولكن انا تيجيني شي هاد المبالغ اللي قلتي دابا مبالغ فيه. نعم مبالغ فيهم، ولكن كل واحد حر. نعم هذيك تتسمى صنعتي، يعني تبيعها باش ما بغيتي، تتسمى تتبيع صنعتك. نعم ماشي باش من يعني حكمش على الناس الاخرين. نعم. باش ما نبخسوش حتى الاثمنه. نعم شحال باش تيبيعوا اللي باع ب 50000 درهم، يعني ديك البياسه هو خدمها تندخل عند الخدامه. نعم. هو اللي رد ليا البال لكلشي، هو اللي واقف معايا والحمد لله، وهو اللي شويه هو الحمد لله لا مزيان ضروري الحمد لله على كل حال، والله يخليه لينا ويخلي فوق تاج فوق راسنا ما تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.